بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي وأبنائي الأعزاء، كتابنا اليوم اللي هنطرحه على حضراتكم هو كتاب الموسوعة الشاملة لعقود الفدية. ما هو هذا الكتاب؟ الكتاب يشمل شرح مختصر لجميع العقود الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين فيدك، بدءا من العقود الصادرة في 1987 الإنشاءات والأعمال الكهربائية، مرورا بعقد التسليم مفتاح، ثم العقود التي صدرت خلال الفترة من 87 حتى العقود الجديدة أو شبه الجديدة لأنها تجددت بعد كده، الصادرة في 1999، وهي العقد المختصر اللي هو الأخضر، وعقد مقاولي الباطن، ثم العقود التي صدرت بعد ذلك في 99 هي الإنشاءات والأعمال الصناعية اللي هي بدل من الإلكتروميكانيكال، ثم عقد الإي بي سي أو التسليم مفتاح والتطورات اللي حدثت فيهم، ثم انتقل بعد ذلك لشرح العقود التي صدرت في 2017 اللي هم الأحمر والإنشاءات والتجهيزات اللي هو الأصفر، ثم الأخير اللي هو الإي بي سي. وخلال الفترة دي اللي هي من 99 لغاية 2017 ظهرت عقود أخرى اللي هي عقد لا بعد 99 أقصد لغاية 2017 ظهرت عقود اللي هي العقد الذهبي، الكتاب الذهبي اللي هو التصميم والبناء والتشييد، وعقد البي او تي، والعقد التوافقي للبنوك اللي هو عقد الإنشاءات مع بعض التعديلات له عشان بنوك التمويل تستعمله. وانتقل الكتاب إلى شرح السمات الأساسية لطبعات فيدك 99 والهيكل الأساسي لعقود الفيدك، ويسر استخدام هذه العقود، والمبادئ القانونية العامة بصفة عامة في عقود التشييد،